السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خاوتي لي زميلي نحبوهم يحبونا كيما وعدكم. فيما يخص التعديلات تاع السلاكة، هاو الشكل النهائي تاعها. بارتاجيت الجزء الأول، وهذا بربي إن شاء الله الجزء الثاني. الجزء الثاني بربي إن شاء الله أنا بارطاجيها في نعمة. هام الكروات اخوتي كيفاش خرجوا، شغل بكا الكروات في البلافون، ها باش فوق الباش بوليستير، فوق البوليستير باش اخر، فوق الباش الاخر ترياسودي، فوق ترياسودي بيتون، كوش بيتون خرجت 8 سنتيم قريب دالا. هام الكروات، شوف الكروات كيفاه، الله يبارك. لي زامبوست على جناب، ها هذو يدخلوا الشميسة. ها من الكروات شوف كيف مدخلين الشميسة، ها هاي تمشي بشوية بشوية تولي عمودي، تضرب ديريكت في الأرض. هاي ماشية بشوية مع جناب مع جناب، تولي عمودي تضرب في الأرض. هاي الكارو الأولى، هاي الدوزيام، هاي تروازيام، هاي الكاتريام، ربع كاروات. هذو فيهم فايدة كبيرة. ودرك تشوفوا الحام الفوق، تشوفوهم من الفوق كيف راني خادمهم، وبربي ان شاء الله انا نخدمهم بالزجاج. ولا هاي الارضيه كيف خدمتها، ودرك نزيد نفرشها بالزجاج. هاي منا هذو لي زامبوست تاع الجناب، هذو حتى هما مدخلين الشميسة تاع الجناب. هذو هاي دو امبوست هنايا، دو بوست هنايا، هاو الكارو تاع البلافون من الفوق، ومن هنا كاين ان بوست كبير ثاني، ها حتى هو مدخل الشميسة مع الكاروات اللي من الفوق، بيان تهوية وشمس وضوء وكلش. بربي ان شاء الله بارطاجي معكم، بارطاجيها جزء بجزء، وهذا بربي ان شاء الله جزء النهائي. ونزيد نبارطاجي معكم كيف نطلقهم، تشوفوا معايا، تعيشوا معايا لحظة بلحظة بربي إن شاء الله، تبعوا معايا إن شاء الله. السلام عليكم أخوتي، أنا رجعت لكم بعد ما فرشتها بالرمل. والرمل هذا أخوتي فيه فايدة كبيرة، هذا يمتص الرطوبة وما يخليش الزقة تتعفن. حاشاك هذا كي حاشاك ممكن الزقة كي يطيح فوق يمص لها الماء، تيبسك كيما راها، تريح كيما راها، ما تعفنش، ما تديرش الصوف هذاك تتحلل ودير بكتيريا تطلق الغاز. شوفوا اخوتي الكاريات اللي خدمتها من فوق، شوف هاي الشمس ديركت عمودي في الارض بعد. ها هاي دي، هاي واحده وين ضاربه، وهاي الاخرى وين ضاربه، وهاي الاخرى وين ضاربه. الشمس شوف فيها فائده كبيره يعني. ها صباح تدخل على لي زامبوست، صباح بكري تدخل على لي زامبوست هذو، ها هاي واحدة وين ضاربة، وهاي واحدة وين ضاربة، وهاي الأخرى وين ضاربة، وهاي الأخرى وين ضاربة، وهاي الأخرى وين ضاربة. صباح تدخل على لي زون بوست، ومن بعد تبدأ تدخل على الكاروات اللي من فوق. درك هذو الكاروات يبداو بشوية ملح، يطوي يهبط يهبط يهبط، ثير 12 يولي عمود ياك يعني. ويزيدوا يعاودوا يطلعوا منه، يطلعوا يطلعوا يطلعوا، تروح ثلاثة العشية بها تروح الشمس. سما يعني وقت مناسب كما يقولوا. مهمة اسمها تقيسها من الشمس وتدخل. والكاروات هذا ثاني في الشتاء يولوا يخدموا شكل مدفأة، فتوليك شغل عندهم فرن هناك يدور الدفاع داخل معلي، تكون هما بزجاج من فوق، الهواء البرد ما يعديش، وتعدي أشعة الشمس والضوء، تولي كي المدفأة، تولي تسخن لهم، تولي عندهم الدفاع داخل وكلش. وقد ما يكون الدفاع داخل قد ما اللي فما اللي يوجدوا بكري. وهذه هي خوتي، درك نحبس لا فيديو وندور من فوق ونشوف الكاروات كيف دايرين، كيف فينيتها من فوق، كيف خرجوا. ها هم ربعة كاروات، ها درك ندور من فوق ونشوفوا كيف فينيتها. الله يبارك. هاي الجهة اللي من برا من فوق، الجهة العلوية، هاي كيف خرجوا الكاروات،
شوف الله يبارك، شو الله فينيسيون. شو الله فينيسيون. شو كيف خرجت ضالة من فوق. شتو البداية تاعها، هاي النهاية تاعها. خدرنا با شوفوا قلب باش زور، فوق الزور بوليستير سمك تاعو 5 سنتيم، وفوق البوليستير باش اخر، وفوق الباش في ترياسودي، فوق ترياسودي بيتون، بيتون ثاني سمك تاعو 8 سنتيم قريب دال. هاو كيف خرجوا الكاروات هذو، خصوني الزجاجات اخوتي. ما لقيتش، ما عرفتش وين يتباعوا، لي نسقسيه يقول لي ما على باليش. اللي يعرف اخوتي بارك الله فيكم يقول لي، يقول لي في الكومنتير على بالو وين يتباعوا. سورتو جيت سوق هراس عنب، قال ما يقول لي في الكوريا في لي كومنتير. هاي دوزيام كيف خرجت. هذو راني حاب ندير لهم زجاج الخشين هذاك، كيما تاع دخلت علي فارماسي تاع القهاوي ذوك، يجي السمك تاعو 1 سنتيم ولا 1.5 سنتيم، يجي خشين بزاف الزجاج هذاك، حتى كون يصب البحر ورش ولا الحجر هذاك ما يكسروش، ما يتكسرش. هاي الرابعة كيفها خرجت، هاي لافينيسيون. ها هذا كدي ترمي فوقها، تحط فوقها زجاجة تريح كيما راهي. الشمس تفوت، تفوت طبيعي، والبرد ما يفوتش، الكوروندر ما يفوتش. ها كيف خرج دوك، نصورها من على الطول. شوف كيف خرج ميكلينيا، الماء يهبط ديريكت، ما يدخلش متهني. انا العام اللي فات صرا فيا الباطل بالباشا هذاك، القطره نوت الفراخ، ما كاين حتى اللي ماتوا الفراخ من الماء تاع النوي، صوتي من العش ديريكت تطيح في الماء تاع الشتا صاي راح مات. مع اللي زيد صوتي من العش سخون ومولف بالدفا تاع العش هذاك، يطيح في الماء يضربوا البرد صاي راح. سال عام هذا بربي ان شاء الله ما تكونش الغلطه. ودعمونا خاوتي، دعمونا، خلي تطلع القناه، القناه هذه تاعكم، وتديو منها معلومات بربي ان شاء الله، معلومات مليحه بزاف سورتو المبتدئين. وكاين حتى اللي حياته كامله يربي في الزواوش وما عندوش المعلومات هذو، بربي ان شاء الله نعطيكم معلومات كبيره. ابونيو وعاونوا بالاعجاب والتعليقات، وبارك الله فيكم اخوتي، خلي تطلع القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.